من هم شيوخ الوهابية؟ شيوخ الوهابية الآن، هل في شيوخ الوهابية؟ هل هم موجودين الآن الوهابية؟ في الواقع موجودين؟ فنقول نعم، الوهابية موجودين، وسبق وقسمناهم، قسمتهم ثلاث أقسام بالنسبة لولائهم إلى النظام السعودي. فهم القسم الأول الوهابية الجامية، والثاني ثانيا الوهابية السرورية، ثالث الوهابية الداعشية. الوهابية الجامية هذه يعني ولاء كامل للنظام السعودي. الوهابية السرورية والوهابية الداعشية هذه معارضة، لكن الوهابية السرورية معارضة سلمية، والوهابية الداعشية معارضة مسلحة. طبعا المعارضة السرورية والمعارضة الداعشية تعارض النظام السعودي، تريد إرجاعه إلى الوهابية. يعني هي تعتقد أنه هي ترى أن النظام السعودي أخل بأصول الوهابية كذا، فتريد إرجاع الوهابية. يعني هذه يعني معارضتها تريد إرجاع الوهابية. فهذه يعني طبعا كل الأقسام الثلاثة هذه، الجامية والسرورية والداعشية، كلهم يعني كتبهم واحدة اللي هو كتب الوهابية، شيوخهم واحدة اللي هم شيوخ الوهابية، أفكارهم واحدة اللي هم أفكار الوهابية، اللي هم أفكار الوهابية اللي تقريبا 4 أو 5 أفكار، اللي هو الغلو، يعني يجمعهم كلهم الغلو. الغلو.